حسن أبو هيبة نجار في الموصل، ويعد أحد الحرفيين القلائل الذين ما زالوا يجيدون فن صناعة أقفاص الطيور الخشبية التقليدية ذات القمة المقوسة لمنح الطيور مساحة إضافية للطيران واللعب. ويشتري أبو هيبة الخشب من مصنع ويستخدمه في صنع الأقفاص بورشته الصغيرة في مدينة الموصل العراقية. وفي ورشته يقوم النجار العراقي بالفصل بين قطع من الخشب قبل حفرها لصنع الإطار، ثم يبدأ في تجميع القفص يدويا قبل تثبيت القطع بإحكام للحفاظ على الهيكل ثابتا. خشب يجي جاهز من المعمل من الأولاد أخويا، دسولي واحد دسولي واحد، هنا أنا أطلع الخشب وصفينه أول مرة، أخطط وتخطيط، بعد التخطيط تزريف، بعد التزريف صقل، بعد الصقل تقفيص، بعد قفصه نقوم أسقله أشيش العودان ماله العود الصيني. ينبغي أن يكون الخشب المستخدم في صنع أقفاص الطيور نظيفا وخاليا من الروائح كما يقول أبو محمد بائع طيور. طبعا إذا خشب بقمر، خشب بريحة، خشب طبعا يأثر عليه، لأن هذا يلتزق مع البلبل، البلبل يلعب معه، البلبل القفص النظيف، القفص النظيف يكون البلبل فيه مرتاح وامشي واسع. وينتج أبو هبة في المتوسط نحو 3 أقفاص يوميا، يجني من بيعها ما يقرب من 35,000 دينار. وفي سوق الطيور المحلي يحتفظ معظم البائعين بالطيور داخل أقفاص خشبية حيث تغني وتطير بداخلها.